مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن ده تترنا الجديد. احنا عندنا تغييرات كتير في البرنامج ان شاء الله تشوفوها مكتمله في الشكل والمضمون من 1-3. بنحاول نقدم لكم خدمات خاصه، حاجات تلبي رغباتكم. سمعنا منكم كتير وشفنا ملاحظاتكم وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. وزاره الداخليه، نهيكل وزاره الداخليه، نطهر وزاره الداخليه ولا نربي دقني لوزاره الداخليه؟ ايه الاولويات؟ شوف، انا مش هتكلم في موضوع فقهي ولا حق كل مواطن في اطلاق لحيته ولا انها سنه، انا مش بتاع فقه، في علماء اجلاء يمكن ان يتحدثوا في حاجه في هذا، ولن اتحدث عن فقه الاولويات برضو، ايه اللي اولى دلوقتي. ولكن ان يصبح الحديث داخل وزاره الداخليه والازمه الان على حق اطلاق اللحى وحق الضابط او امين الشرطه في انه يلبس جلابيه قصيره، انا شايف ان ده تهريج. بلد قايمه بثوره وبتتغير وعندها مشاكل اقتصاديه ومشاكل امنيه بلا حدود، تصبح اولويه الشرطه الاولى ان نربي لحيتنا ولا نسيبها ولا نحلقها؟ يعني مش قادر افهم. مجموعة من الضباط عملوا ائتلاف اسمه أنا ضابط شرطة ملتحي، ودخلنا في حقي وانضم لنا 150 وبقى على الموقع كام وعلى الفيسبوك كام وده حقنا. واحد منهم بيقول لك إن حسب فتوى فضيلة الإمام الأكبر الراحل رحمه الله الشيخ جاد الحق، قال إن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. ما هو التشريع يعني قانون. طب ما تيجوا نرجع للقانون. طب هل أنا أنا كان نفسي هؤلاء الضباط الحريصين كل الحرص على تطبيق الشريعة وعلى مراعاة الله سبحانه وتعالى إنه يبقى صوتهم لزملائهم، يلا نشتغل، يلا ما نضيعش فرصة، يلا نضاعف عملنا، دلوقتي عايزين نثبت للناس إن الأمن موجود، ويا سيدي ابقى رب لحيتك، نبقى نتناقش في اللحى لما البلد تعدي، ابقى صلي وندعو للصلاة. بس نتكلم عن الأمن، البلد بتخرب، الناس تعبانه، تصبح القضيه الرئيسيه الان وزير الداخليه عاقب، وبعدين اتنقل ضباط، وبعدين الضباط يضربوا عن العمل، وبعدين يقول لك كرامه، هي كرامه الشرطه في اللحيه؟ يعني البهدله اللي فيها الشرطه والداخليه والتلطيش في كل مكان بقت كرامتها في اللحيه؟ الان المفصل الرئيسي لانتقال الداخليه الى ان مصر تبقى امنه وزي الفل ان الضباط يربوا اللحيه او يلبسوا جلابيه قصيره؟ طب وهطرد المجرم ازاي بالجلابيه القصيره والبنطلون؟ هتلبس الجلابيه القصيره وهطرده ازاي؟ هعرفك انك ظابط ازاي؟ هتحط نجمة على الجلابيه؟ يعني مش قادر اتخيل، ومش عايز اناقش ده حلال ولا حرام، وحقك والسنه دي متبعه وعليك انك يا سيدي على راسي، بس البلد فين دلوقتي؟ احنا يجب نروح بمصر فين؟ الداخليه اكتر جهاز تعرض للانهيار بعد الثورة، عنده أخطاء وعنده مشاكل وعنده، عايزين نصلح وعايزين نشتغل وعايزين نرجع الأمن. تصبح القضية اللي هنشتبك عليها وشوية شوية هنلاقي وقفة وإضراب واعتصام وامتناع عن العمل، وكأن المعركة أصبحت دينية وأصبحت أزمة، أصبحت أزمة الداخلية في الدين. إحنا لو ربنا دقننا وصلينا هنعرف نمسك. طب ما هو ده فرض عليك يا سيدي، صلي. هل الاشتباك الآن صناعة أزمة، صناعة أزمة في وقت كله أزمات، هو ده الحل؟ هو ده اللي ممكن نتكلم فيه؟ هو ده النقاش الذي يجب أن يدور بين ضباط الداخلية وأمناء الشرطة؟ أنا مش قادر أتخيل، مش عارف الناس بتفكر إزاي، ولكن مصر تستحق مننا أكتر من كده بكتير. احنا عاملين سؤالنا على الفيسبوك، احنا كان سؤالنا الاسبوع اللي فات، هل توافق على تشكيل حكومه ائتلافيه واقاله حكومه الجنزوري؟ 88% قالوا لا، 12% قالوا اه. سؤالنا النهارده، هل توافق على اطلاق ضابط الشرطه لحياته وارتداء جلباب قصير اثناء عمله؟ ده اللي طرحينه بعض الضباط، بعضهم بيتكلم في اللحيه وبعضهم بيتكلم في الجلابيه وبيقول لك ان الماده الثانيه بتقول كده. الماده الثانيه بتقول حاجات كتير، الشريعة الإسلامية بتقول حاجات كتير، بتقول احترام العمل وحب الوطن والمعاملة وحقوق الإنسان، بتقول حاجات كتير قوي ما بنعملش منها غير ده. يعني هي واقفة على دي، عملنا كل حاجة واقفة على دي. عندنا ايه النهاردة؟
النهارده بعد الفاصل عندي باقه من الاخبار وعايز تليفوناتكم، هتسيب مساحه لتليفونات الساده المشاهدين. جمله وجعتني قوي امبارح، كنت في عزاء المستشار طه الشريف نائب رئيس محكمه النقد السابق، وهذا الرجل الفاضل مات وكان عنده مرض خطير وفي ايامه الاخيره وهو مصر على كتابه مشروع دستور جديد للبلاد. يعني كان جزء من همه، له كتابات عديدة في المقارنة بين الأديان وخلافه، ولكن كان مهتم جدا في أيامه الأخيرة وهو على فراش المرض اللي قطع فيه شوط كبير عن إعداد دستور جديد للبلاد. قابلني واحد قال لي أنت عارف مشكلة مصر في إيه؟ الأول قعد ينتقدنا طبعا الإعلام وقال لي أنا من الفشن من بني سويف، أنتوا ما أنتوش حاسين بينا، انتوا جايبين لنا ناس يتكلموا فينا طول الوقت، بنقعد نسمعهم وبعدين نقول لنفسنا احنا ضيعنا الوقت ده ليه؟ انتوا ما بتتكلموش في همومنا الحقيقيه. حد تاني واقف قال لي الشعار في مصر الان عمار يا جيبي خراب يا مصر. كل واحد بيفكر ايه اللي يدخل جيبه او ازاي يفرض دماغه او ازاي يفرض رايه وتخرب مصر. كان مصر هتعمر لما فلوسنا، الفلوس اللي مش لاقيينها تدخل جيوب كل واحد بطريقته، باعتصامات باضرابات بخلافه او بانه يمشي رايه. هل كل واحد بيعمل اللي عليه ولا لا؟ ده اللي هسمعه منكم. كل واحد عايزين الثوره توصل لينا ازاي؟ عايزين كل واحد يعمل ايه؟ نشتغل ازاي؟ ازاي كل واحد يرمي نبته صغيره في الارض دي؟ عشان الارض دي عطشانه، الارض دي جفت ومحتاجه بعد ما بيتم حرثها الان، محتاجه كل واحد يرمي بذره مش يجرف كمان لحد ما هنوصل لما فيش. النهارده بنناقش بعدها مباشره الفقره الرئيسيه اللي عندي هتكون عن الرئيس التوافقي. طلعت حاجات كتير بالمناسبه، احد الاصدقاء المقربين من السيد عمر سليمان اتصل بيه وانا في الفاصل وحاولت اكلم السيد عمر سليمان فشلت، فكلمت احد اصدقائه المقربين او الذين على اتصال به فاكد له ان خبر المنشور في المواقع وما تردد انه هيرشح نفسه غير صحيح، مش صحيح، بينفي هذا الخبر. الرئيس التوافقي ايضا السيد نبيل العربي الامين العام للجامعه العربيه حالا اخبار طالعه بتقول ان هو ما حدش اتكلم معاه وما حدش كلمه في ترشح رئاسه واخر ما نصبه هو الامين العام للجامعه العربيه، ومع ذلك ما زالت مطروحه فكره الرئيس التوافقي. كل الناس متوقعه ان في واحد هيروح ظاهر فجاه وهو ده اللي عايزه المجلس العسكري وهيتم صفقه بينه وبين الاخوان ولابد ان يكون هناك دور للتيار السلفي وهيتفقوا عليه ويقولوا هو ده الرئيس ويدعموه فهو اللي ينجح ويحكم البلاد. مرشح الرئاسة لم يعجبهم هذا الكلام، بعضهم قال اهلا وسهلا، بس هل ده ليه ما شفناش مثلا زي السيد عمرو موسى، ما شفناش عضو مجلس الشعب التوافقي، اشمعنى في الرئاسة بيقولوا التوافقي؟ السيد احمد شفيق شاف ده عبث، يعني معناها ايه توافقي ما نسيب الشعب يختار؟ طب هل التوافقي ضد اختيار الشعب؟ احنا عايزين رئيس شكله ايه؟ من سيحكم مصر في الفترة القادمة؟ واحد من الموجودين دول ولا الرئيس اللي في العلبة اللي هيطلعوه ونقول هو ده؟ هل ده جائز؟ هل ده مطلوب؟ هل الشعب هيمشي؟ الدكتور سليم العوا قال مش شرط ابدا ان دعم الاخوان لمرشح ده بيديله دعم، لكن ده مش معناه انه هينجح. هل يا ترى مصر محتاجه رئيس توافقي ولا محتاجه رئيس يقدم برنامج حقيقي الناس تحسه وتصدقه وتحس ان مصر هتتغير معاه؟ هيكون معايا مجموعه من الضيوف المتنوعين، دكتور معتز بالله عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، استاذ نادر بكار متحدث رسمي باسم حزب النور، الاستاذ علي بطيخ عضو مجلس شورى جماعه الاخوان المسلمين، مهندس حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد، وانتم ايضا ستكونوا شركائنا عشان تقولوا لنا انتوا عايزين مين يحكم مصر؟ شكله ايه؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل في مصر النهارده ونرجع لكم تاني. اللجنة العليا للانتخابات تعلن جدول انتخابات الرئاسة في مؤتمر صحفي غدا. الجماعة الإسلامية تقبل استقالة المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسمها.
الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط سيارة بها 33 بندقية آلية وحوالي 54 ألف طلقة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. العربي ينفي طلب أي جهة رسمية أو حزبية ترشحه للرئاسة. قوات حرس الحدود تحبط محاولات تسلل وتهريب بضائع وسيارات عبر حدود سيناء. جمال الجنزوري يستقبل ممثلي شركة موانئ دبي العالمية لحل أزمة ميناء السخنة. دول حوض النيل تمهل مصر 60 يوما للانضمام إلى اتفاقية عنتيبي. استشهاد أمين الشرطة بأسيوط في تبادل أعيرة نارية بين عائلتين ببيروت. قافلة حزب الحرية والعدالة تزور بورسعيد لكسر الحصار. البدو يقطعون الطريق الدولي السويس نويبع للإفراج عن سجناء. هذه كانت أخبارنا اليوم. أيضا يوم الثلاثاء أنا كنت عامل حلقة مع الدكتور عادل بن عميد معهد القلب، كنا بنتكلم عن نقص دواء هام جدا هو دواء البروتامين سيلفيت اللي بيستخدمه كل مرضى القلب واللي بيستخدم في جراحات القلب، وكان عامل أزمة كبيرة في مصر. النهاردة الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان الأزمة بدأت تنفرج، قال إن العقار هيتم تداوله في السوق خلال 72 ساعة، وصلت منه كمية 3000 عبوة حتى الآن، دي جت من إنجلترا لمطار القاهرة، الدفعة الثانية من الدواء 3200 عبوة هتصل يوم 25 فبراير، الدفعة الثالثة 10000 عبوة هتكون في أول مارس المقبل. مصدر مسؤول بالوزارة أكد أن دواء ستريبتوكينيز مذيب لجلطة القلب كان في نقص في السوق، تم استيراد 28000 حقنة موجودة بالمطار حاليا. في كلام أن في شركة وطنية هتنتج محليا، وانا مش عارف ازاي لان الدكتور شرح لنا هذا الدواء بيجي من نوع من السمك موجود في بعض البلدان، هل هنجيب المادة الخام وننتج ده وطنيا في مصر او لا؟ ربنا يستر نقدر نعمل ده يبقى شيء رائع. يعني فضيلة الشيخ القرضاوي يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قال ان فورية رحيل المجلس العسكري ليست معقولة، وقال لا يسلم بالتسليم الفوري للسلطة حتى لو كانت لمجلس الشعب، لأن المجلس له مسؤوليته الخاصة وينبغي ألا نحمله فوق هذه المسؤولية. وقال كمان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على محاولة تقليل المرحلة الانتقالية وتضييقها بقدر الإمكان حتى نخرج من هذا الأمر كله دون خسائر، بحيث تكون الانتخابات الرئاسية قريبة، ونقول لهم شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، ارجعوا إلى ثكناتكم واتركوا البلد للأمة المنتخبة والحكومة المنتخبة والمجلسين المنتخبين. أشار أيضا الدكتور يوسف القرضاوي إلى أن عدة أشهر ليست كافية لتحقيق جميع مطالب الثورة من العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وعلاج المريض وكسوة العريان، لكن الثورة حققت الكثير وأزالت النظام السابق الذي لم يعد موجودا على الإطلاق. عايز اقول لكم بعض الاخبار الهامه من الخارج اللي لازم نقف قدامها. سرقه متحف الاولمبي باثينا اثناء الاحتجاجات، اتسرق منه تقريبا من 60 الى 65 قطعه اثريه، لكن مسؤول الاثار هناك اللي قدم استقالته، مش عارف هو وزير الثقافه والاثار عندهم ولا امين عام اثار، اللي قدم استقالته لان حس بمسؤوليته رغم ان في حاله فوضى عارمه في اليونان، لكن انه يقدم استقالته الاحساس بالمسؤوليه. الاكثر منه مسؤوليه ولازم نقف قدامه قوي وهو ده التغيير الحقيقي، الرئيس الالماني كريستيان وولف.
كريستيان وولف استقال لسبب غريب قوي، سبب بسيط احنا نندهش من الحاجات دي، انه خد امتياز لبناء بيت، خد قروض بامتيازات وهو رئيس المانيا، والرئيس في المانيا هو رئيس شرفي الحكم الميركل رئيس الوزراء، ولكن هذا الرئيس كان بيلقى دعم كبير جدا. الكلام اللي بيقوله في استقالته بيقول انا استقلت ليه؟ بيقول انا استقلت لافساح المجال من اجل اختيار الخلف بسرعه، عايز اللي يجي بعدي يجي بسرعه. وقال ان المانيا، واحد بيتكلم عن نفسه، المانيا محتاجه لرئيس قادر على تكريس كامل وقته لمواجهه التحديات الداخليه والدوليه، وقال ان المانيا تحتاج لرئيس يحصل على ثقه الغالبيه الساحقه من المواطنين، وليس الغالبيه فقط، هو معاه غالبيه لكن عشان احكم محتاج غالبيه ساحقه. نقدر نحلم ان يبقى عندنا رئيس كده، يبقى عندنا رئيس مجلس الشعب كده، يبقى عندنا رئيس مجلس الشورى كده، يبقى عندنا رئيس حكومه كده، اللي يتلطش او يتمس يقول سلام عليكم؟ بالتالي بنحلم. سي ان ان اتكلمت عن انباء عن مقتل هاله المصراتي مذيعه القذافي بتاع التبني، وقالت ان الاسلام لما تبنى مجلس الامن قرار ضد ليبيا طلعت هاله المصراتي مره طلعت بالمسدس بتاعها على الهواء مباشره ووجهته للناس، قالت انها منضمه ضد الثوار، كانت محبوسه هربت شويه وقالت انها سلمت نفسها. ترددت انباء الاسوشيتد بريس سي ان ان، قالت ان هناك انباء بتقول انها ماتت، هي ده اللقطه اللي كان فيها معاها المسدس وبتتكلم بيه على الهواء. ظلت على موقفها الوقت طويل قوي، وقالت انها سلمت نفسها لما شافت الثوار شرفاء. انا يعني الثبات على الموقف ده شيء محترم، كانت مع النظام وظلت مع النظام. قالوا انها اتقتلت لما في ذكرى احتفالات الثورة اللي هي 17 فبراير سخرت من الثوار فحد قتلها. حتى الآن الخبر غير مؤكد رغم انه جه على مصادر عدة. سوريا، وهنفضل نتكلم عن سوريا على طول، طول ما في دم يراق وطول ما في موقف سلبي في العالم العربي، طول ما سوريا منطقة صراعات ونفوذ قوى في العالم هنفضل نتكلم، طول ما في ناس بتموت كل يوم. أكثر من 2500 جندي سوري منشق أدوا القسم على إسقاط نظام الأسد وحماية المتظاهرين. الجيش السوري حاصل فيه مجموعة من الانشقاقات الكبيرة، ناس بقوات كتير خلاص شايفة إن اللي بيحصل ده فيه عمليات القصف المستمرة واستخدام كل أنواع الجبروت والقوة العسكرية في مواجهة ناس عزل. ماليش دعوة بقى دول وراهم مؤامرة، دول مجموعات فين، ده شعب. انك تستخدم معاه كل هذه الاسلحه هذا شيء ترفضه النفس الانسانيه والاديان وكل شيء في الوجود. ده ممكن نحاول نسمع القسم يا جماعه اللي كانوا بيقولوه، ده فيديو واخدينه عن موقع جريده الشروق، خلونا نسمع اللي بيقولوا ايه في الفيديو كده. في مشكله في الصوت؟ طيب انا اسف، في مشكله في الصوت مش هنقدر نقول لكم الصوت، انا اقول لكم كانوا بيقولوا ايه. كان نص قسم الانضمام للجيش السوري الحر، بيقول نقسم بالله العظيم أن نحافظ على سيادة الوطن برا وبحرا وجوا، وأن نعمل على إرساء أسس نظام ديمقراطي تعددي، وأن نحترم جميع الاتفاقات الدولية المبرمة مع كافة الدول، وأن نحافظ ونلتزم بأخلاقيات ومبادئ الدولة، وأن نلتزم بحماية المتظاهرين المدنيين، ونبذل دماءنا وأرواحنا من أجل إسقاط النظام الأسدي النظام المجرم، والله على ما أقول شهيد. ده القسم اللي رددوه جميعا عدد كبير من القوات من جنود الأمن، كان معهم ضابط بيقول القسم وهم بيرددوا وراه. طيب نرجع تاني هذا الجزء من الوقت حتى اخرج فاصل واستقبل ضيوفي لتليفوناتكم. قولي لي مصر محتاجه مننا ايه في هذه الفتره؟ احنا ممكن ندي ايه لمصر؟ احنا عايزين، ده ارقامنا، عايزين حضراتكم تقولوا لنا احنا فعلا بنحب مصر، ولا زي ما الراجل قال لي الجمله بتاعته ان حلال على جيبي حرام على مصر، يعني تخرب مصر مش مهم مصر. استنى اجيب لكم النص بالظبط. عمار يا جيبي خراب يا مصر، عمار يا جيبي خراب يا مصر. كل واحد بيفكر في نفسه، ازاي نفكر في مصر؟ ازاي ممكن نبني دلوقتي؟ ازاي كل واحد يتحمل مسؤوليته تجاه البلد؟
لا لنا دعوه ولا بعسكري ولا بشرطه ولا بحد، احنا كمان علينا دور، كل واحد عليه دور. هنفضل طول الوقت نتكلم، هنفضل طول الوقت نتصارع، بس البلد بتضيع، ناس كتير عندها ازمات ماليه، الازمات وصلت للبيوت والشوارع. بصوا لعدد مش عايز اقول المتسولين، المواطنين اللي خرجوا للشوارع علشان مش لاقيين. في ناس كتير تحسبهم من التعفف اغنياء، ظروفهم الماليه صعبه جدا. احنا عايزين يبقى لنا دور، كل مواطن يقدر يعمل حاجه تخلينا نبني، نعمل شيء للبلد دي، لان بالطريقه دي هنروح سكه صعبه قوي. طيب نكمل، نطلع فاصل وضيوفنا وصلوا. طيب نستقبل ضيوفنا، هنتكلم، التليفونات مفتوحة طول الوقت، هتكونوا معانا وشركائنا فيما هو آتي، نلتقي بعد الفاصل. سفن راسية، شاحنات مصطفى، بضائع تنتظر حاملها. هذه هي الحال بميناء العين السخنة الخاضع لإدارة هيئة موانئ دبي، بعد أن أعلن العاملون دخولهم في اعتصام مفتوح منذ نحو أسبوع احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية من بدل المخاطر ونسبة الأرباح منذ عام 2008 حتى الآن. ونظراً إلى صعوبة دخول الكاميرات، تجمع العاملون ليتحدثوا إلينا من داخل أسوار الميناء. احنا لنا أرباح 2008 و2009 و2010 لحد دلوقتي، الحاجات دي ما خدناهاش، لنا بدل مخاطر. الناس كلها مش متخيلة وجع الظهر اللي الناس كلها بتعانيه من بعد 60 سنة، احنا هنا بنعانيه من بعد 3 سنين شغل. ناخد حقنا بما يرضي الله، لما نقول حد حاجة أنت مستثمر أجنبي اكسب، بس برضه بص لي بالقانون المصري، اللي هيديني اكتر من حقي ولا اقل من حقي؟ قعده الهيكله اللي الناس اللي بتاخد مثلا 13 14 الف جنيه و 15 الف جنيه بره، واحنا جوه العامل بياخد 1000 جنيه، وبيقول لك ان انتوا بلطجيه وان انتوا مالكمش حقوق. احنا مش هنطلع من هنا، يا اما في حالتين فقط لا غير، يا اما بحقوقنا يا اما بجثثنا. واكد العاملون انهم لم يلجأوا الى الاضراب عن العمل الا بعد طرقهم الابواب جميعها لمساعدتهم في الوساطة بينهم وبين الشركة صاحبة حق الإدارة والانتفاع. أشركنا وزارة القوى العاملة، وأشركنا سيادة المحافظ، وأشركنا هيئة موانئ البحر الأحمر والجيش ومجلس الشعب. إحنا لغاية دلوقتي مش لاقيين رد واضح من الخمس جهات دي مع دبي. إحنا وقفنا في خمسة وقالوا لنا خلاص هتاخدوها، ورجعنا الشغل قلنا رد لي الامين ما حصلش منها حاجه، ورجعنا تاني في شهر 9 ورجعونا ورضينا باللي احنا عاوزين هيعملوا معانا، برضه ما خدناش منها حاجه. خمس شهور يا فندم من شهر 9 حتى وقتنا هذا، خمس شهور بالظبط في خمس اجتماعات في القوى العامله، القوى العامله اثبتت ان احنا لينا حق. محافظه ماضت والوزاره ماضت وكل الدنيا ماضت، وبيدوروا على واحد هندي عشان يمضي لهم التوقيع الاتفاقيه اللي تمت ومش لاقيينه، اتبخر. لغايه وقتنا هذا ما فيش حل، واحنا قاعدين الخسائر دي كلها على حساب مين بالضبط؟ وحسب الأرقام والإحصاءات، فإن ميناء السخنة يستحوذ على 30% من حجم التجارة سواء التصدير أو الاستيراد، ومن ثم فإن توقف العمل به يكبد الجميع خسائر فادحة. في خسارة يومية تقريبا لإيراد الجمارك أكتر من 10 مليون جنيه. احنا عايزين نسأل سؤال، لمصلحة مين؟ لمصلحة مين الخسارة دي اليومية اللي العمال ما لهمش ذنب فيها؟ توجهنا بفكرنا ان الموضوع ده فيه شق سياسي، ايه هو مش عارفينه. يعني هي لو عملية مادة كان الخسائر اللي بيخسروها 20% منها كانت خلصت الموضوع ده كله. وتبقى الحال كما هي بميناء العين السخنة، اعتصام مفتوح للعاملين للمطالبة بحقوق المشروعة ومفاوضات مستمرة تسوق وعودا لحل الأزمة وحماية الاقتصاد المصري، ويظل الأمر معلقا في النهاية على استجابة الإدارة وتنفيذ هذه الوعود. ألاء جويش، ممكن.